قصتي تقدر تجيكم قصة عادية، تقدر تجيكم قصة اللي هي تافهة، ولكن شكون اللي غيحس بها؟ هو اللي بحالي، هي المرأة اللي كتاكل العصا بعد راجلها كتسكت، اللي كتاخد الطرشة كدير يديها على حنكها وكتحني وجهها وكتحني راسها وكتستعينيها ما عندها ما دير وكتسكت حتى البكا ما كتقدرش تبكيه، كتخاف لا يزيدها طرش اخرى. هاد المرأة هي اللي غتحس بيه. اول ما تزوجت بيه ما كانش بحال هكا، كان كيبغيني، كان متعلق بيا، كانت حياتنا زوينه حتى حنا، ومع الوقت بدا كيتبدل للأسوأ. بالطبع ما حدو هو كيتبدل للأسوأ، كيفاش وعلاش ما عرفتش. نبدا لكم الحكايه من الاول. تلاقيتو في السوق، كنت كنتقضى لموالين الدار، انا اللي مكلفه بالتقضيه حيت امي مرا كبيره شويه وشويه عيانه ما كتقدرش على الطريق، مسكينه مع ديابيتيك كيضروها رجليها، وما كتقدرش على الطريق حتى للسوق حيت شويه بعيد على الدار، انا اللي مكلفه بالتقضيه. وعلمتني واحد القاعده انها كتبغي الخضره تكون جديده وطريه ديال النهار. كناخذ الكفيفه وكنخرج للمارشي، غير كنفطروا وكنجمع الماء عند الفطور وكنعجن الخبز كنديرو يخمر شويه وكنخرج للسوق بكري باش نعزل من الخضره اللي كتكون باقا جديده وباقا زوينه. كنمشي للسوق كناخذ الخضره ديال النهار، حنايا في طبعنا في الغدا ضروري عندنا الخضره مهمه كتكون مع الغدا، ضروري كنديرو خضيره شليده مبخره هكا شليده بالمطيشه وبالخيار والبصله، وعاد كنديرو شي حاجه اخرى معاها، اما حوت اما دجاج اما لحم كما ولفاتنا الوالده. هذه القاعده ديالتنا، كنجيب لك الخضيره وكنجي وعاد كنقرص الخبز نديرو يطيب وكنصوم الغديوه وكنجي نجلس شويه مع الوالده كنونسها. الجفاف ما كنجفش يوميا، مره مره لا، بحال هكا هذا هو الروتين ديالي اليومي، يوميا عندي نفس الروتين. ايوا واحد النهار وانا غادا وتبعني هاد السيد اللي تزوجت به، تبعني يبغي يهضر معايا، انا ما قبلتش، صافي ما دويتش معاه، مشى صافي اس مشى في حالاته. داز تقريبا شي يومين عاوتاني نفس الشكل، عاوتاني كنحس بشي حد تابعني، كنتلفت كنلقاه جاي مورايا كان كيهضر، ما كنفرش الهضره ديالو، صافي انا راسي في الشغل اللي غادي نقضيه وباغي نرجع. ايوا بحال هكاك. ايوا حتى واحد النهار انا جايه فاش غادي نخرج للسوق حتى كنلقاه واقف قدام الباب، قال لي بغيت نهضر معاك. قلت لي شنو بغيتي يا سيدي؟ هذه هي المره الثانيه ولا الثالثه وانت كتبعني هكا، واش باغي شي حاجه؟ قال لي بغي نهضر معاك. قلت لي سمح لي انا ما كنهضرش مع الناس اللي ما كنعرفش، ما كنعرفكش ما نهضرش معاك في الزنقه. هو يقول لي وهي اش فين نهضر معاك؟ قلت لي بغيت تهضر معايا اخويا الجدار لو هضر معايا شنو بغيتيني؟ قال لي صافي وعليه بحال هكا بهذه الطريقه. ايوا هي هذيك تقريبا دازت واحد 3 ايام انا صافي نسيتو، ما درتوش في راسي، ما ديت ما جبت. حتى جا السيد كيدق، جايب معاه امو وجاي كيدق كيدق، محليت لي غير انا الباب حتى كنلقاه تصدمت ملي شفتو قدامي. قلت ليش بغيتي؟ قال لي جلسي لي اجي للدار. انا جيت للدار بقيت كنشوف، انا تصدمت ما توقعتش زعما غادي يدير بحال هكا، كان جلسه في ديك الوقت ما توقعتش زعما بحال هكا غادي يدير، ما عرفتش اش غنقول ليه واش دخل ولا تلفت. ديك الساعه قلت لي بلاتي اسمح لي دخلت، قلت لها امي، قلت لها امي هاكين هاكين بالزربه، ما فهمتش، حاولت اني نشرح لها بالزربه لان هما واقفين في الباب. قلت لها واحد السيده بغات تشوفك، هاكين هاكين راه هاد الولد هذا راه بغي يهضر معايا، ها قلت ليه، ها قال ليا. قلت يقول لهم يزيدوا، مشيت دخلتهم ومشيت مشيت للكوزينه كنتسنى نشوف شنو غادي يقول. ايوا جلسوا مع امي، قال لها لا انا باغي نتزوج بنتك، ياك بنتك هادي،
قالت لي ايه صافي بداو كيهضروا. امي تاهي بدات كتسول فيه واش خدام فاش خدام صافي. امو تاهي كتهضر قالت لها ولدي خدام وراه عنده محل ديالو ميكانيسي خدام فيه، هو اللي هازنا راه تبارك الله عليه كيصور فلوس عنده هذا زعما راه بعقلو. صافي بداو داخلين في الموضوع. عيطت عليا امي جيت جلست حداها قالت لي اش بالك في هادشي؟ قلت لها ما عرفتش ما نقدرش نقول لك شي حاجه هاد الساعه نشاور مع راسي. صافي جلس واحد شويه مشاو درس مع امي قالت لهم سنجاوبكم وخرجوا مشاو في حالاتهم. ايوا انا بقيت مصدومه بالفعل ديال هذيك المفاجاه زعما كيفاش داكشي جا باغتها داكاك. بقيت مصدومه ما توقعتش انه يوقع هادشي هكا بهاد الزربه بهاد الشكل هذا بهاد الطريقه. عمري ما تخيلت راسي ان شي حد غيجي يخطبني بهاد الطريقه. صافي بقيت كنهضر مع امي قالت لي وشوفي شنقول لك راه كيبان ليا الدري راه بعقلو مادام امو كتقول راه هو اللي هازنا وبخدمته بخيره وهذا يعني قالت لي راه مزيان راه راجل يعتمد عليه. قالت لي وافكري شاوري راسك وشوفي شنو كاين بنتي. قلت لها امي وعلى انا نمشي نتزوج ونخليك بوحدك وانت مريضه؟ قالت لي اش غديري بنتي هذه هي سنه الحياه ما غاديش نبقى شادك حدايا. ايوا صافي بقيت كنفكر. ديك الليله طار عليا النعاس مدانيش النعاس بقيت ليله كامله كنفكر شنو غنقول شنو غندير. صافي وقلت صافي مازال عندي الوقت نفكر على خاطري مالني اشنو زاربني. ايوا الغد ليه ثاني غادا هز الكفيفه غادا للسوق كالعاده حتى كيوقف لي قدامي ما عرفتوش منين خرج ليا. قال لي السلام. قلت لي السلام امضرا اشنو واش موافقه؟ قلت لي خويا اسمح لي الهضره ماشي في الزنقه. قلت لي باغي تسوني على شي حاجه في الدار ماشي في الزنقه كالعاده. صافي ودغيا جريت كفتي ومشيت بقى خليته كيضحك بقى كيضحك. صافي مشيت انا ديك الساعه وليت كنترعد بحال ديك الساعه سرا معايا هذاك الوضع اللي انا فيه. وليت كنزرب مشيت قديت ما عقلش على راسي كيفاش كنتقدى الخضره بالزربه وتالفه. كنحس راه بصح راه حنا دخلنا في المعقول من هادشي كامل واقع وانا باقا كنفكر. ايوا رجعت عند امي عاودت ليها شنو وقع. قالت لي الله يرضيك بنيتي هكا كتعجبيني بعدا تبرر ليا القلب ما كتعطيش شي واحد الفرصه يتفلى عليك ولا يلعب بيك. صافي دخلت كملت شغالي كنشقى كتكمل في الشغل ديالي وعقلي مبرزات. مهم من ورا الشغال كنتغدى وداكشي ويجبد معايا امي الموضوع وسولاتني قالت لي ايوا نضره شنو قلتي شنو الراي ديالك باش نجاوبو الناس؟ قلت لها ما عرفتش مش غنقول لك انا ما كنعرف ليه حتى شي حاجه ما عارفاش مزيان ما نقدرش نقول ما عرفتش. قلت لها مازال واش نقدروا نتسولوا عليه بعدا نعرفوا عليه شي حاجه؟ قلت لي انا راه كلفت خوك غادي يسول عليه وغادي يقول لي اش كاين. صافي خويا ما ساكنش معانا خويا مزوج ساكن بعيد علينا شويه. فعلا كلفاته في العشيه جا قلنا راه سول عليه راه ناس مزيانين الله يعمرها دار معقولين وفعلا السيد خدام عمرو ما تزوج بقى كيشكر فيه كيشكر فيه. صافي انا ديك الساعه بدا قلبي. ايوا باش ما نزيدش نطول عليكم بزاف في القصه دغيا داكشي الاخر داز بالزربه بسرعه داكشي الاخر كامل حيت صافي عطيتهم الموافقه ديالي. خويا اللي غيمشي وغيوصل ليه الخبر وغيقول ليه رحنا موافقين جيو عندنا باش يكونوا خوتها كاملين مجموعين ونهضروا ونشوف شنو غادي يدار. فعلا صافي جاو خوتي بثلاثه الدراري وجاو حتى هو جا مع خوه وجاو كاملين وجات مع خالته وماما وجاو وجابوا بحال خطبه صغيره هكا في مره لانهم كانوا خداو الموافقه مسبقا. جاو صافي واتفقوا على اساس غنسكن معاهم في دارهم. صافي انا وافقت ما بانش شي حاجه اللي هي ماشي هذيك عادي جاتني عاديه وافقت اني غادي نسكن معاهم في الدار دارهم كبيره. صافي مادام مو كتبان انها موافقه وعجبها الحال وكتبان فيها انها مرا واعيه متفهمه ماشي من هذوك الحماوات اللي كيكونوا هكا صعب. الراجل بعقله
مثبت، خدمته مزيانه، معتمد على راسو، مسؤول، يعني قادر ان يتحمل المسؤوليه، ماشي شي واحد اللي غادي نخاف منه انه ما يقدرش يتحمل المسؤوليه. عطى صداق مزيان بلا ما يسولو حتى على يتفاهموا معاه دغيا، يعني هو اللي عطى واحد صداق اللي هو مزيان. فرحت انا به حيت خويا الكبير قال لي حنا ما كنتباعوش ونتشاراو، يعني شوف نتايا داكشي اللي خرج من عندك مزيان. صافي فعلا ايوا، يعني كان كلشي داكشي كان مزيان. صافي زوجنا بالزربه، درنا نهار بسيط غير في دارنا، حنانيت في دارنا مع امي مريضه وما كاينش اللي غادي يشقى ولا غي يقوم بالواجب، لاني انا اللي كندير هادشي فما غاديش نقدر نديرو. فدرنا واحد النهار اللي هو بسيط، كانوا فيه غير العائله المقربين. صافي من بعد ما درنا لاك صافي ودوزت النهار ديالي هكاك بسيط ومشيت لعندهم. ايوا مشيت لعندهم، كانت الحياه زعما في الاول مزيانه، كنت مرتاحه. مو فعلا كيما توقعت، ماشي من دوك الحماوات القاصحات ولا كتبغي تفرض عليك الشقة ولا ديري ولا ما عندها سوق ديري ولا ما ديريش، كتنوض حاد كتبارك الله عليها، كتفيق بكري كتصلي الفجر وكتنوض لكوزينتها كتفيقي تلقايها مقاده كلشي موجده، فطور كلشي كديرو، ما كتحاسب معاك في حتى شي حاجه نهائيا. ايوا العريس كان مزيان في الاول، ما سافرنا حتى شي بلاصه من نهار تزوجنا في الدار، بقينا في الدار. صافي انا ما جاتني عادية، ما كانش المشكل حيت قال لي ما يقدرش يخلي المحل ديالو في هذا الوقت، ويعني وعدني قال لي حتى الصيف ونسافره. صافي قلت لي ماشي، ما كاين حتى شي مشكل، ماشي مشكل. ايوا تزوجنا في دارهم الايامات الاولى عاديه، نقولوا الشهر الاول عادي، الشهر الثاني. من بعد لاحظت واحد الحاجه انه شويه عنيف، الا قال شي حاجه خصك تقولي اه توافقي عليها، ما كيبغيش اللي يقول لي لا، خص اللي قالها هي اللي كاينه. ملي بدينا كنتحطو في شي موقف اني غنتناقش انا وياه ولا كنعارضو، ما كيعجبوش الحال، لا قال لك هذه بيضه بيضه، هذه كحله كحله. صافي ما كاينش، ما عندوش بينه وبين نهائيا، عنده يا اما البيض يا اما الكحل، وما يمكنش هو يقول الحاجه وانت تقولي العكس ديالها. صافي هذه بحال كيعتبرك عدوته، كيقول لك ما تناقشينيش. صافي وسدات ما تناقشينيش، ويلا مشيتو هكا وكنناقشو، واخا كنحاول اني نناقش واحد النقاش بسيط كيعجبوش الحال وكيغضب وكينعس كيدور للجهه الاخرى. صافي كلشي كيظلم عنده، كيحل شي باب اخر للمناقشه نهائيا، ما كيتفهمش. هنا بديت كنصطدم انا وياه، لان انا مولفه حنا في الدار ملي كانوا خوتي اي حاجه كنتناقشوا فيها مجموعين، مع امي كنتشاركها اي حاجه كنعاود ليها، كنتناقش انا وياها، كتسولني اي حاجه كتشاورني فيها، يعني مولفين كنتشاور مع بعضياتنا حتى كنلقاو الحلول. ثم لقيت العكس تماما، حتى امو كانت اللي قالها كتقول لي واخا، كتقول لي نعم. صافي مولف بحال هكاك، ملي كنجي انا كنناقشو كتجي شي حاجه غريبه، كيقول لي اه وعاد جيتي البارح بغاتي تقولي لي دابا غنتي توريني، بحال هكا كيسد الباب قدامي ديال النقاش. بديت المره الاولى المره الثانيه كنحاول اني ما نجاوبش معاه، يعني كنحاول اني نتفادى داك الصداع، حنا باقيين في ايامات الاولى ديال الزواج، كنحاول اني ما نصدمش به. اللي لاحظت انه بدا كيولفها من بعد، ملي بدا كي بعض المرات شي حوايج بساط، ابسط الحوايج بعض المرات كنكونوا غير كنتفرجوا في التلفازه وكنهضروا على هكا الفيلم ولا شي حاجه، ونقول انا ما عجبنيش هاد الدور اللي مثلو هاد الممثل، يقول لك لا بالعكس مثل مزيان، كنشوف فيه نقول ولكن ما صرعش الدور، ما جاش مع الشخصيه ديالي. يقول لك اش غتعرفي انت، غتعرفي هادشي غتناقشي فيه. صافي وكيقلب الموضوع، كيولي الموضوع مناقشه خايبه. ايوا هكا في المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه، حتى واحد المره من المرات هكا كنتناقشوا، وعلاش النقاش على الكسكسو، كنهضروا غير على الكسكسو. الكسكسو كيخص البلول ديالو يجي خاطر، كيجي بنين، كيجي لذيذ، نقص هو لا انا كيعجبني كسكسو خفيف.
قالت ليه ماما الكسكسو يا ولدي الا كان هكا مقوم مزيان والبلو ديالو خاسر كيجي يكون زوين. نط انا هادي قلت لها خالتي الله يعطيك الصحه بصح عندك الحق، قلت لها بحال الكسكسو ديالك كيجي غزال كتحكي فيه كالبصله وتحكي فيه المطيشه كيجي البلو ديالو خاسر. نقص ثاني هو قال لك لا انا كيجيني داك البلول الخاتر كيجي مع الصد فحال الصوبه البلول ديالو، البلول الزوين هو يكون خفيف ويكون فيه لقامه مزيان ومعطر وبنين وهكا صافي. ملي ثاني عاود ثاني اش قلت انا حنا كنهضروا عادي كناكلو كسكسو، قلت لي ما كاين ما احسن من الكسكسو ديال خالتي كتصرعو كيجي غزال داك البلول كيجي خاتر وفن وملبي. معجبوش الحال ملي قلتها كيبان ليا ديك الساعه طلع حجبان الفوق، علاش تناقشيه في البلول ديال الكسكسو وتقول ليه راه لا الخاتر هو الزوين؟ واخا راه انا ديك الساعه راه كان اش كندير كنشكر في الكسكسو ديال المو يعني خصو يفرح. معجبوش الحال هي هذيك في الليل ملي مشينا غادي نعسو من وراه ما تعشينا غيجبد معايا الموضوع علاش قلتي وقلتي، علاش انا كنقول هكا وانت كتقولي هكا، علاش ديما انا كنشرق وانت كتغربي، علاش كتبغي تبينيني غلط قدام مالي الدار، علاش صافي. بديت كلمه منو كلمه مني اتا ويدير ليا صري سطرشني الوجه صافي، تشديت في حنكي صافي تصدمت بقيت عارف اش ندير. وزاد مازال كيخاصم وكيعير بقيت شاده في حنكي ما عرفتش عمر شي حد مضربني، عمر شي حد في خوتي مضربني بالله يرحمه عمره ما مد عليا يديه. بقيت كنشوف فيه مصدومه بقى كيغوت كيسلسل وانا تفضوا مشى تخشى بلاصتو نهس. انا بقيت شاده يدي على حنكي وجالسه ما عرفتش شنو رد الفعل اللي خصني نديرو، والو ما عرفتش شنو غندير. نبدا مغوصه انا وياه، عمري ما تخيلت راسي غنبدا مغوصه انا ورا راجلي هكا. النقاش بدا من واحد الحاجه اللي هي تافهه صافي، كيفاش عطاتو نفسو انه دغيا كمد عليه يدي بهذيك السرعه ما عرفتش صافي. في ديك الساعه في ديك اللحظه كاتبه ليا دارنا، كاتبه ليا امي اللي خليتها وحدها ومريضه ورديت زعما اني نتزوج بيه وتقبلتو. كيفاش كان كيبان ليا راه الراجل المناسب، كيفاش كيبان راه مأدب، كيفاش راه ظريف، كيفاش دارهم دايرين، كيفاش مو دايره، وعلاش هو كان بدل مختلف عليهم وبلا راه عنيف، كنشوف راه ضربني هاد المره راه يقدر يضربني مره اخرى صافي. ما دويتش ديك الساعات سكت، ولكن حلفت اني غتكون اخر مره يمد يدو عليا صافي. الصباح صبحت طالع عليا الدم ما هضرتش معاه ما دويتش معاه، قلت الا مشيت تهضرت معاه صافي يعرف راه ما عنديش رد الفعل راه اني موافقه على انه يضربني. ما دويتش معاه صافي، نضنا كنفطروا ما كنهضرش معاه. من بعد ملي دخلنا الكوزينه غتصوني ماما قالت لي مالكم واش مخاصمين، عاودت ليها كلشي بالتفصيل. قالت لي الله يرضي عليك بنيتي ما ديش عليه سمحي لي. قالت لي راه هو بعض المرات كيدير هكا، قالت لي ولكن راه قلبه بيض راه دغيا كينسى. قلت لها عمري خالتي شي حد ما مد يدو عليا ولا شي حد ضربني، قلت لها زعما ما نسمحش ليه ما نقدرش نسمح ليه. قلت لها سمحت ليه دابا مره اخرى غيديرها، خصو هو يجي ويطلب مني السماحه باش نقدر ندوز عليه. قالت لي هي من حقك، قالت لي راه هو حاولي انك ما تشديش معاه الضد راه هو عكسي صافي. هكا بقى جات غدا ما دوامت كلم كلا بسكات ثاني ومشى رجع للخدمه ديالو. بحال هكا بقينا حتى الليل، في الليل ملي جا كنتسنى يعني بقيت كنتسنى انه غيجي وغيطلب مني السماحه ولا يبغي يدوي معايا واخا يعتذر بشي طريقه غير مباشره ولا شي حاجه، والو ما هضرش. ثاني جا نعس عطاني بالدار وتسكى، بقى الحال هكاك سيمانه هو بحال هكاك سيمانه. بقى فيا نفسي بقات فيا كرامتي بقات فيا ديك الشخصيه ديالي اللي بغي يحجمها وبغي يصغرها، وليت كنقول ياك ما كان خاصني نمشي لدارنا. ونغضب حتى انا باش عاد باش يجي ويطلب مني السماحه ونرجع معززه مكرمه صافي. داكشي فعلا قررت قلت الصباح مشي للدار ما نقول ليه حتى شي حاجه، مشي لدارنا حتى يعرف الغلط اللي دارو ورجع. قلت او باقي يلا تزوجنا باقي ما درنا العام العامين وضربني وعلى والو، كون غير على شي حاجه اللي هي مهمه. في الصباح قلت لخالتي راه غنمشي للدار، خديت جمعت واحد السويك صغير قلت لها راه غنمشي عند ماما نجلس معها شي ايامات.
صافي قالت لي سيري بنيتي، قالت لي سيري نيت شوفي ماما كتكون توحشاتك. مشيت كنتسنى فيه غيعيط ليا غيسول، كنتسنى الوقت اللي غيجي فيه من الخدمه، ملي ما غيلقاني زعما غيدير شي رد فعل ولا غيجي ولا غيسول ولا يعيط والو. داز النهار الاول ما عيطش، ماما ردات البال مع ما قلت لها حتى شي حاجه. قالت لي مال راجلك شتو ما عيطش لك؟ قلت لها لا راه دويت انا وياك قبيله ما شفتينيش، بغيتش نبين ليها ولا نفقصها ولا نعصبها. النهار الثاني هكاك والو ما عيطش. النهار الثالث عيطت لي حماتي، سولاتني قالت لي امضرة واش تصالحتو واش دوا معاك؟ قلت لها والو خالتي. قلت لها ما دوا ما تكلم ما سول فيا ما حتى شي حاجه. قالت لي ويلي بنيتي. قلت لها والله هادشي اللي كاين دواش نهائيا ما تكلم. ايوا بقيت جالسه صيمانه في الدار، ماما ولات كتقول لي سيري لدارك، لا لا عند راجلك سيري لدارك عند راجلك. كنقول لها راه عالمه راه جلسها لي راه خلاني نجلس نكمل صيمانه وعاد نمشي. وليت في الاخر وليت حشمت قدام ماما، بقيتش عارفه ما غادي ندير، ما عرفتش شنو ندير. في الاخر هزيت صويك ديالي وبزز مني ورجعت للدار. مشيت للدار بزز مني شنو عندي ما ندير ما عرفتش، كنت غنمشي للدار وغنفتح مع الموضوع ونهضر انا وياه ونشوفو شنو كاين. دابا جيت للدار وفي الاخر واخا جيت نادم معايا الحال علاش رجعت، حيت ما عرفتش شنو غنقول ليه ملي غيجي، كيفاش غادي نتعامل معاه، شنو غادي ندير، واش غلطت ملي رجعت للدار عندهم ولا غلطت اني مشيت لدارنا عند ماما من الاول من الاساس. ما بقيتش عرفت اش من حل، اشنو غادي ندير في نظركم، اشني هي الطريقه اللي ممكن اني نديرها مع هذا الانسان؟ ملي الراجل كتمشي للمراه لدارهم وما كيتبعهاش لا بالهضره لا بالسؤال، يعني راه مسامح فيها، ولا يمكن هذه غير طريقه ديال انه حيت ماما قالت لي راه عكسي ما تشديش مع الضاد ما تشديش مع العكس. الطريقه اللي غنتبعها معاه ما عرفتهاش، وبقى فيا نفسي اني هو اللي ضربني واني زعما انا اللي غنجبد معاه الهضره الاولى. ما عرفتش اش من طريقه نتابع مع هذا الانسان، شكون اللي عنده تجربه ولا عارف ولا فايت وقع لي هذا الشيء فين.